عدد اليوم جورنال فيغ خبر عنوانه خاص سلطات مدينة خريبكة تسمح بحضور سميت مشجع رجاوي فقط لمباراة سيريا واتزم رغم موافقة السريع على اقتسام مدرجات الملعب. وحدت السلطات المحلية لمدينة خريبكة عدد الجماهير المساندة لفريق الرجاء الرياضي المسموح بتواجده في الملعب خلال مواجهة سيريا واتزم لحساب جولة 24 من البطولة الوطنية. وأكد مسؤول أمني أن سلطات عاصمة الفوسفات قررت سماح حضور سميت مشجع رجاوي فقط خلال اللقاء المذكور. وشار نفس المصدر لأن القرار تم إصداره بالرغم من موافقة إدارة سيريا واتزم على اقتسام مدرجات الملعب مع فريق الرجاء. وكتوصل سعة الملعب 6000 متفرج علما أن إدارة سيريا واتزم كانت توافقات على منح الرجاء 3000 مقعد. يشار أن لقاء الرجاء واتزم غيتجرى يوم الأحد المقبل بداية الساعة 4 عصرا في ملعب الفوسفات بخريبكة. تقرير يعيد لاعبا الى الرجاء. وبات عمر الارجون لاعب خط وسط ميدان فريق الرجاء الرياضي جاهز لانضمام التدريب الجماعي للفريق الاخضر عقب استعادته لعافيته من الاصابه اللي كانت تعرض ليها في مباراه شباب قصب التادله برسم الدور 16 نهائي كاس العرش. واكد الطاقم الطبي لفريق الرجاء انه رخص لعمر الارجون باستئناف تدريبه الجماعيه اللي غاب عليه بسبب الاصابه. وكان الارجون تعرض الإصابة بالغة خلال المواجهة اللي جمعت الرجاء بشباب قصب التادلة في مسابقة كأس العرش مفرض غيابه على مباراة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي المصري ثم أربع مباريات في البطولة. وتسببت أرضية الملعب البلدي بميدان جميلي ملان في إصابة الأرجون اللي خضع لعلاج مكثف من أجل استعادته قبل مباراتي الديربي في البطولة وكأس العرش. ويذكر أن غياب الأرجون ترك فارغ على مستوى خط وسط ميدان الرجاء مفرض على رشيد الطاوسي الاعتماد على خدمات كل من بدر بالبرود الفقيد التنافسية وأيضا محمد المكعازي اللي وقع على أداء جيد خلال المباراة الأربعاء الأخيرة. الديربي إلى يونيو المقبل واجتماع خاص لحسم تاريخه. وغتجتمع العصبة الاحترافية مع الشركة الإسبانية المكلفة ببرمجة مباريات البطولة الوطنية يوم السبت المقبل لتحديد موعد مباراة الديربي برسم جولة 25 من البطولة. وكشف مصدر مسؤول أن برمجة مباراة الديربي راهين بنتيجة مباراة الغريم التقليدي ضد بيترو أتلتيكو الأنغولي اليوم الجمعة بحيث في حال تأهل الفريق الأحمر للنهائي غيتم تأجيل مباراة الديربي ليونيو المقبل. أما في حال فشله في حجز بطاقة التأهل فغتم برمجته في الأسبوع الأخير من شهر ماي الحالي. وكترفض جماهير الرجاء فكرة تأجيل الديربي حتى يونيو المقبل وكتطالب بضرورة برمجته قبل نهاية العصبة على اعتبار أن الرجاء عاش نفس السيناريو في الموسم الماضي ملي فرضت عليه العصبة الاحترافية خوض مباراة في البطولة ضد حسنية أكادير وسط الأسبوع واللي كان غيجري فيه نهائي كأس الكاف ضد شباب القبيل الجزائري. من جهة أخرى طالبوا من خريطي الرجاء مكتب الفريق بالتحرك والمطالبة بمبدأ تكافؤ الفرص إذ ماشي من المعقول أن الفريق الأحمر كيخوض مباريات ويتم توقيف الرجاء اللاعب مدة شهر. وأكدوا أنه في حال تأجيل الديربي تكون فضيحة للنصيرة والقجاء اللي ما تعاملوش مع فروقهم كما تعاملوا مع الرجاء في الموسم الماضي. عاجل الرجاء يقترب من حسم صفقات مميزاته في الميركاتو المقبل. واقترب مكتب مديري الفريق الرجاء الرياضي برئاسة أنيس محفوظ من حسم صفقات جديدتين خلال الميركاتو الصيفي المقبل وذلك رغبة منه في تعزيز صفوف فريقه بلاعبين مميزين. وكشفت جريدة الصباح أن إدارة نادي الرجاء اقتربت من توصل اتفاق نهائي رفقة عبد الفتاح حدراف لاعب الدفاع الجديدي وأحمد حمودة لاعب اتحاد طنجة من أجل ضمهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل مع العلم أن اللاعبين معا غتنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي. ووضحت الصحيفة نفسها أن مسؤولي الرجاء كيرغبوا في توقيع عقود مبدئية رفقة اللاعبين المذكورين وضمهم لصفوف النادي في صفقة انتقال حر. وسبق وبدا فريق الرجاء اهتمامه بضم حمودة وعبد الفتاح حدراف غير أن اللاعبين نفوا في وقت سابق رغبتهم في مغادرات فريقهم وفضلوا الاستمرار تواليا رفقة اتحاد طنجة والدفاع الجديدي حتى لغاية نهاية عقدهم. أنس زنيتي يكرر سيناريو الموسم الماضي ويضع شرطا لتجديد عقده. والشرط وكيل أعمال أنس زنيتي تجديد الأخير لعقده مع الرجاء الموسم الرياضي واحد فقط على غير المفعول في الموسم الماضي رفقة المكتب المسير السابق بقيادة رشيد الأندلسي. وأخبر وكيل الحارس الرجاوي المتألق المكتب المسير للرجاء في إطار المفاوضات اللي كتجرى بينهم أن أنس زنيتي كيرغب في تجديد الموسم الرياضي واحد فقط. ووضع شرط زنيتي الرجاء في موقف صعب على اعتبار أنهم كيرغبوا في ضمان بقائه بالقلعة الخضراء المواسم أطول للاستفادة من خبراته ومؤهلاته التقنية. وكان زنيتي رفض تجديد عقده في الموسم الرياضي الماضي لموسمين او ثلاثه وطلب تجديد لموسم واحد فقط اذ غينتهي عقده في يونيو المقبل ويصبح لاعب حر. وكيختار زنيتي وكيل اعماله تجديد موسم واحد للضغط على المكتب المسير للمطالبه بمنحه توقيع بمبلغ مالي مرتفع بحيث كيسعى للحفاظ على رسميته بالرجاء ومواصله تالقه باش يضمن مشاركته في كاس العالم 2022 بقطر رفقه المنتخب الوطني.
الرجاء يبدا مفاوضات جديده عقود لاعبي تفاديا لرحيلهم مجانا. وفي نفس السياق عقد فريق الرجاء الرياضي اجتماع مع وكيل اللاعبين بالرجاء بهدف تجديد عقودهم المقرر انها تنتهي بنهايه الموسم الرياضي الحالي. ووضحت مصادر رجاويه ان انيس محفوظ عقد اجتماع مع وكيل اللاعبين عنده عقود مع ابرز لاعبي الرجاء من اجل حسم مستقبلهم مع النسور قبل نهايه الموسم الرياضي الحالي. وكيرغب الفريق الاخضر في تجديد عقود الركائز اذ كيسعى للاحتفاظ بزكريا الوردي وعمر العجون ومحمد المكعزي وعدد من اللاعبين المجربين تفاديا للبحث على لاعبين اخرين لتعويضهم في نهايه الموسم الرياضي المقبل. واكدت عده منابر ان وكيل اللاعبين كيوضع شروط ماليه كبيره بهدف تجديد عقود موكلين اذ كيرغب في استغلال الظرفيه الحاليه للفريق اللي كتشهد نهايه عقود اغلب اللاعبين الاساسيين بهدف الضغط على المكتب المسير للاستجابه لشروطه الماليه. وكيهدد الوكيل المذكور بتغيير وجهه اللاعبين نحو انديه اخرى في حاله ما رفض المكتب المسير للاستجابه لشروطه، خاصه زكريا الوردي اللي تلقى عروض مغريه في الاونه الاخيره. الجامعة الملكية تصدر 3 غرامات مالية ضد الرجاء، وصدرت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية 3 العقوبات مالية في حق الرجاء بعد مباراة ضد الدفاع الجديدي حسب جولة 23 من البطولة. وقضت اللجنة بتغريم فريق الرجاء مبلغ 50,000 درهم لرمي الجماهير والحجارة على عرضية الملعب، كما تم تغريم النسور مبلغ 20,000 درهم لاستعمال الجماهير والشعوب الاصطناعية خلال المباراة اللي جمعته بالدفاع الجديدي. وفرضت اللجنة غرامة مبلغ 2,000 درهم لحصول الرجاء على 4 إنذارات خلال المباراة اللي جمعته بالفريق الدكالي، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة تأديب. وعود جديدة من الجواهري لجماهير الرجاء والغريم التقليدي. وقدم محمد الجواهري المدير العام لشركة كازا ايفنت وعود جديدة لجماهير فريقي الرجاء والغريم من خلال توفير ظروف مريحة لهم خلال المباريات. وقال الجواهري أن التذاكر الخاصة بمباراتي فريق الرجاء والغريم كتباع بسرعة خيالية، وأبرز أن مركب محمد الخامس مابقاش قادر على استيعاب عدد جماهير الفريقين خلال المباريات وذلك بسبب حضور الجماهير الكثيف. وتابع المتحدث نفسه أنه غيعمل على حل كل المشاكل اللي كتواجه الجماهير خلال المباريات، وأضاف أن الموسم المقبل شهد إحدى التغييرات كثيرة وغيتم توفير ظروف مريحة للجماهير الرجاوية لمتابعة مباريات فريقها. كان هذا آخر خبر رجاوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقوا في أخبار رجاوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم تشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم مننا.